يوم جديد من العودة الطوعية للنازحين السوريين انطلق صباح الأحد في عدد من المناطق اللبنانية بعدما أنهى الأمن العام الإجراءات القانونية اللازمة. فمن محافظة جبل لبنان غادر هذه المرة 156 نازحا على متن حافلات سورية بعدما تجمعوا في ملعب برج حمود البلدي. يكون على بلدنا على سوريا، على بلد العز والكرامة، إن شاء الله هيك إنه رب العالمين بيفرج على الجميع بينزلوا ما بيضل حدا هون برا بلده، إن شاء الله يا رب. وجنوبا سجلت عودة 38 نازحا سوريا فقط من شبعة إلى ديارهم بحافلة واحدة. أما من النبطية فقد غادر 84 نازحا، وكذلك من مدينة صيدا حيث تجمع 65 نازحا في باحة السرايا الحكومي قبل أن ينتقلوا بواسطة الحافلات باتجاه نقطة المصنع. كمان إذا راح الواحد على وطنه وعلى بلده بيكون ألف خير وألف شكر لرب العالمين، والله يهدي البال ويصلح الحال. أحمد الله علي الله بس هون مبسوطين. وشمالا انطلق نحو 400 نازح من مدينة طرابلس باتجاه معبر العبودية بواسطة الحافلات السورية بعدما تجمعوا في معرض رشيد كرام الدولي، وكذلك في عكار حيث غادر نحو 500 نازح باتجاه بلداتهم السورية. كيف فرحان، يعني عيد، أنا بالنسبة لي عندي عيد، راجع وطني. فرحة بكي هلأ بنبكي فرح، بس لما اللي جينا كنا جايين عم نبكي زعلانين. ومن البقاع أيضا غادرت حافلتان تقلان 80 نازحا من البقاع الأوسط غالبيتهم من النساء والأطفال عبر المصنع باتجاه بلداتهم. وفي عرسال أنجز الأمن العام بمؤازرة وحماية أمنية من الجيش اللبناني عودة 230 نازحا سوريا على متن 108 آلية من مختلف الأحجام، بينها جرارات زراعية وحافلات نقل وجرافات وسيارات رباعية الدفع من مخيمات النزوح في عرسال إلى قرى القلمون الغربي، منطلقين من نقطة التجمع في وادي حميد باتجاه معبر الزمراني على الحدود اللبنانية السورية.